ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل السلطه اليوناني، بنلاقيها كتير في المطاعم وفي الفنادق، وساعات كمان بنشتريها تكون سعرها غالي وكميتها قليله. تعالوا مع بعض النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا جدا جدا، بطعم رائع وكميه كمان كبيره. خليكم معايا. نشوف كده مع بعض المكونات بتاعت السلطة اليونانية. معايا طماطم وخيار، طماطم خيار، بصل أبيض، فلفل رومي أخضر، فلفل ألوان أحمر وأصفر، وكله متقطع مكعبات زي ما قلت. معايا كمان المكون الأساسي معانا هنا الجبنة الفيتا أو الجبنة التلاجة اللي هي الملح خفيف، مقطعاها مكعبات. معايا فنجان من الزيت، فنجان صغير من الزيت، نص فنجان من عصير الليمون، معلقة كبيرة من المستردة، ملح وفلفل اسود، ومعلقة صغيرة من الزعتر الناشف. تعالوا نشوف هنحط المكونات على بعض ازاي. اول حاجة هبدأ ان انا اعمل الدريسنج او يعني التتبيلة اللي هتبل بيها السلطة. معايا نص فنجان من عصير الليمون، فنجان من الزيت، فنجان صغير، هبتدي انزل بمعلقة المستردة الكبيرة، هضربهم بقى في الخلاط، هضربهم في الكبة، هضربهم بالهاند بلندر اللي انتوا تفضلوا، هضربهم كويس جدا وهوريكم القوام بتاعهم عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعهم بقى كريمي ولونه فتح ازاي واخد لون المستردة. هبتدي ان انا احط عليهم الملح والفلفل، وديهم ضربة تاني، رشة كده، نص معلقة من الفلفل الاسود، الملح طبعا على حسب الرغبة بس نخلي بالنا علشان احنا حاطين جبنة. اديهم ضربة تاني وارجع لكم. عملنا الدريسنج بتاعنا وهبتدي اجيب بولة كبيرة احط فيها الخضار بالكميات اللي انتوا تفضلوها، زي ما قلنا فلفل ألوان، بصل أبيض، معايا طماطم، ومعايا خيار، وكلها متقطعة مكعبات صغيرة. نزلنا الخضار بتاعنا بتاع السلطة، سلطة حلوة جدا، الكمية بتاعتها كبيرة، احنا لما بنروح أي فندق أو أي مطعم بنلاقيها. هنخلط كده السلطة مع بعضيها. خلطنا السلطة بتاعتنا، زي ما انتم شايفين الالوان بتاعتها حلوة جدا جدا جدا. بعد كده هبتدي انزل بيه الدريسنج اللي احنا عملناه، الزيتون سوري الزيت، تقدروا كمان تستخدموا زيت الزيتون او لو انتم يعني بتحبوا الطعم بتاعه، او الزيت النباتي. وندي تقليبة كده للدريسنج ده مع الخضار اللي حطيناه. حطينا الدريسنج على الخضار بتاعنا، وزي ما انتم شايفين الالوان بتاعت السلطه حلوه جدا، طريقتها سهله جدا جدا جدا. كنا عملنا مع بعض كذا نوع سلطه قبل كده، هحطهم لكم في الديسكريبشن بوكس. دلوقتي هبتدي ان انا انزل بقطع الجبنه اللي احنا مقطعينها كده مربعات صغيره اهي، نوزعها كده زي ما قلت. الجبنة اللي انا استخدمتها الجبنة الفيتا او الجبنة اللي هي ملح خفيف، احط طبعا كمية الجبنة اللي انا عايزاها اوزعها، وفي الاخر هبتدي ان انا ارش عليها معلقة الزعتر الناشف، معلقة صغيرة. عملنا طبق سلطة حلو جدا من مكونات كلها موجودة عندنا في البيت. ندي تقليبة كده بحيث نوزع الجبنة مع الخضار بتاع السلطة. عايزة اقول لكم ريحة الدريسنج وطعمه الصوص اللي احنا عملناه ده وحطيناه تبلنا بيه السلطة، ريحته حلوة جدا، طعمه حلو جدا جدا. طبعا السلطة بألوانها دي
شكلها يفتح النفس، نقدر نعملها في اي عزومة تكون عندنا. بجد حاجة حلوة جدا، تشرف كمية حلوة جدا، اتمنى تجربوها، هتعجبكم هتعجب ولادكم وهتشرفكم في العزومات. مستنية تعليقاتكم، مستنية اقتراحاتكم، مستنية يعني اي تعليق هتكتبوه لنا في الكومنتات، واستنوني فيديو جديد. باي باي.